نفس ما قدمت لغد. معنى غد هنا إيش؟ غد ليس اللي نعرفه غد بكرة من قرب القيامة عند الله يسميها غد، هذا غيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي. في آيات كثيرة تقول هل يستوي الأعمى والبصير؟ لا يستوي. أم تستوي الظلمات والنور؟ في فرق بين النهار والليل. نعم. ربنا يضرب فرق كبير كمان. فرق كبير. ربنا يضرب مثل. أقول المسلم والمؤمن ما يستويان. لا يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار. أصحاب الجنة هم الفائزون. الفوز مو إن الولد يأخذ شهادة في المدرسة. الفوز. والله ذكر الشيخ قال أكبر سعادة حينما تدخل على ولد آخر الليل تفك الباب شوف يصلي ورافع يده يقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. تدخل لولدك في الليل الله أكبر فجأة تفخش عليه الباب وهو يدعي في سجالته يقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. هذا في زمننا ده والله أكبر سعادة مساعدة. نعم بس ما هي في زمننا سيبك من الشهادات هذه، الشهادات تروح وتجي ولكن ما هو في زمننا ده. تلك سبحان الله الخيرين. أقرص لولدك حب الله ومالك بالباقي. عمر بن عبد العزيز لما جاء بيموت قالوا له أوصي لعيالك، قال إن كانوا صالحين الله يتوكلهم، ترى أنا مالي فيهم، كانوا صالحين أمرهم عند الله. الله أكبر. قال يا أمير المؤمنين أوصي أقول فراخ صغار ما عندهم مستقبل زي ما احنا نسمي، فبعض الأب يجي يقول ولدك الحق لمستقبلك. ذكر الشيخ قال المستقبل الحقيقي فريق في الجنة وفريق في السعادة. فعند الحين ما نعلم عيالنا زي ما ذكر على أن المستقبل فوق الأرض قال أكبر كذبة. قال اسمحوا لي أنا أتكلم عن الأب وأنا أب. قال أنا أب عندي عيال تخرجوا من الجامعة وعندي عيال في أولى ابتدائي، يعني أنا أب أتكلم عن الأبوة. فالحين نقول الولد ألحق للدراسة شيء طيب تحفزه، بس لا تخلي ينسى الجانب الأساسي اللي هو نصحيه على الساعة 7 يروح المدرسة. ليش ما صحينا على الساعة 5؟ والله ذكر الشيخ قال ربنا قادر يخلص صلاة الفجر الساعة 7 مع الدوام، بس اختبار من اللي طلع؟ الشيخ قال الساعة 5 ما ترى إلا اللي سبحان الله ربنا اختارهم يطلعون برد يروح وبشر الماشيين في الظلمات. ايوه فصلاه الساعة 7 شوف الناس البيوت زحمة السيارات. هذا وين كانوا قبل شويه؟ والله نايمين. الله وتركوا اكبر معلم. من هو اكبر معلم؟ الله سبحانه وتعالى، كما قال الله وعلم ادم الاسماء كلها علم الانسان ما لم يعلم. حينما نترك اكبر معلم، المعلم استاذ ونعم هو سبب عشان نقول عيالنا هم فالحين في الدراسه، يعني تركنا السبب ترى. والله العظيم شوف الاب بيشتكي يقول انا جبت لي ولدي مدرس خصوصي. طيب انت ولدك ما يغط له صلاه الفجر ولا تهتم في صلاته، اهم شيء لما يرجع من البيت تقول لا تعبان لا يروح المسجد. هنا المسجد تعبان يروح المدرسه مو تعبان. يقول لا يروح المسجد. انا استغرب من بعض الابهات. والله كلام جميل. الله يرحم والديك ان شاء الله. الله يسعدك والله العظيم. الله يجزاك بالخير ويوفقك ربي ان شاء الله. هذه حقيقه.